تأسس نادي فنربخشة في زمن الدولة العثمانية. لم يكن هناك فرق لكرة القدم في ذاك الوقت. تأسس النادي على أيدي مجموعة من الناس، ولكنهم أجبروا على إغلاقه بأمر من السلطان لأنها تعتبر لعبة أجنبية. وبعد 8 أعوام تم إعادة فتح النادي باسم نادي فنربخشة في 3 مايو 1907. تم فتحه على أيدي أناس من أبناء عائلات كان لها مكانة مرموقة في الدولة العثمانية ذاك الوقت. وقد ساهم مجموعة من الأثرياء في تأسيس النادي ماديا، وتشكل الفريق من شبان كانوا يمارسون رياضة كرة القدم في البلدة. أحد أبناء النادي واسمه زكي رضا سبوريل قضى حياته الكروية كلها في فنربخشة، وأصبح أسطورة مش معقولة، ويعد واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم التركية قاطبة. سجل 470 هدف في 352 مباراة.